تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأوروبية في مجالات الصناعة المختلفة، وفتح آفاق الشراكة بين كبريات الشركات العالمية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار، كانت أبرز المحاور التي أعلنها رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال زيارة وفد من سفراء الدول الأوروبية بمقر الهيئة. نسعى دائما إلى الاستفادة من التجربة أو الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الشركات الأوروبية، ونحرص بشكل أساسي على تطبيق المعايير والمواصفات الأوروبية في الصناعة المصرية، وحريصين بشكل كبير على الشراكة مع الشركات الأوروبية لنقل المعرفة ونقل التكنولوجيا والتعاون معها في توفير احتياجات السوق المصري وانتهاز الفرصة الموجودة حاليا في حجم السوق الموجود داخل جمهورية مصر العربية نتيجة حجم المشروعات الضخمة التي تنفذ في جميع ربوع مصر من الإسكندرية إلى أسوان. ثم قام الوفد بجولة داخل معرض الهيئة العربية للتصنيع للتعرف على منتجات الهيئة من صناعات مختلفة، وأهم ما وصلوا إليه من تطبيق تكنولوجيا حديثة وعالمية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية. سعداء لما شاهدناه من منتجات صناعية عالمية، وإننا نتطلع إلى استمرار تعزيز التعاون مع مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، ولدينا شركات عالمية كبرى تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات الصناعية. عندنا شراكات اقتصادية مهمة جدا، عندنا اتفاقات تجارة حرة، عندنا اتفاقات التجارة الحرة مع أفريقيا، مع الدول العربية، مع دول تجمع الميركوسور، عندنا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عندنا الشحن البحري والخطوط الملاحية التي تصل إلى أفريقيا، فكل ده أمر مهم جدا للدول الأوروبية إنها تأتي تستثمر في هذه المنطقة مع الهيئة العربية للتصنيع في منطقة قناة السويس، ويتم تصدير المنتج ليس فقط للسوق المحلي المصري ولكن أيضا للأسواق الأفريقية، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقية التجارة القارية مع الدول الأفريقية. زيارة جاءت من وفد رفيع المستوى من سفراء الدول الأوروبية للهيئة العربية للتصنيع، تأتي انعكاسا لقوة الاقتصاد المصري المتنامي وثقة في المناخ الاستثماري، فضلا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية.